ابني فين؟ ايه ده عليا والنبي يا عم اسماعيل، انا لسه جاي من النيابه. ما تنطق يا حسن، مسعود فين؟ هرب. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، بيتي اتخرب يابا. استني يا بنت اما نفهم. ها هو بعدين يا حسن؟ نورت المظلم يا معلم. لا ده لنا بقلبك يا معلمه، هي اللي طرشقت النور ده كله. هو ده الواد الكبير الصغير اللي كان في الفيديو؟ بقول لك ايه يا زناتي، انا من الاخر مخنوق وداخل على اعدام، يعني مش فارق معايا شنبك ده. هتعمل حاجه معايا اعملها وقتي. مسعود اسماعيل فندم. قوم يابا. حاضر يا باشا. ما تنامش انا راجع لك. لا هنام. لا ما تنامش. حاضر. اما قول ما تنامش ما تنامش. حاضر. ابسط يا مسعود ابسط، انت تابولك محل في النيابه. الحمد لله يا باشا الحمد لله. السلام عليكم يا رجاله. طابور يابا خش. طب والنبي ريحني وقول لي عملت فيا ليه كده؟ معلش غلطه عيب دي هتخليك تخرج من هنا. اصبر بس شويه، دلوقتي هتمشي معاك زي الحلاوه في القشطه يا ابن المحظوظه. الدرونج اتقفش قدام الاسم. شفت انت محظوظه ليه؟ اه يا اخويا انت طلعت محظوظ يا عم النوس، وانا طلعت تروبش.